يعني بيشرفنا كاتحاد دولي لحماية الطبيعة وجودنا في مركز الحماية التابع لـ SPNL. شراكتنا مع SPNL شراكة قديمة منذ إنشاء محمية أرز الشوف، لإنشاء استراتيجية خاصة بالمحميات، للشغل المتواصل كل الوقت مع جمعية SPNL، جمعية رائدة متميزة في شغل الكونزرفيشن. الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من أقدم المنظمات الدولية اللي بتعمل في مجال صون الطبيعة، وكانت جمعية SPNL جمعية سباقة للانضمام لهذه العضوية، وأخذت جوائز عديدة، ممثلة في مديرها الأستاذ أسعد سرحال على شغل الكونزرفيشن والبروتكشن اللي حاصل في الإقليم. الاتجاهات العالمية أصبحت حاليا الشركات معتمدة على الاتحاد، وهذا هو مبدأ الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالعمل مع الجميع في كافة التخصصات الخاصة بحماية وصون الطبيعة. مثل من أكثر الأمثلة الجيدة اللي موجودة عندنا في الإقليم الشغل اللي بيحصل في جمعية SPNL بدليل افتتاحنا اليوم لمركز الحمى. مرحبا واهلا وسهلا بحضرة معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى. حللت علينا ضيفا في بلدة كيفون ومرحبا بك، فشكرا لك لبيت دعوتنا وحضرت الينا ومن معك ضيوفا معززين مكرمين، فلك منا كل التقدير والاحترام على تخصيص وقتا لنا منك ومن جميع الضيوف الكرام الذين حضروا إلينا. وبعطر الورد والريحان وبكل كلمات الترحيب، أهلا وسهلا بك وبكل من حضر معك، ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الزيارة فيها الخير والمصلحة العامة للبلدة والجوار. نفتتح مشروع الحديقة القرآنية في حرش بما يسمى الزحليطة في بلدة كيفون على مساحة تتراوح بين 8000 مربع، بما تمثل وهي الحديقة الأولى النموذجية في لبنان. وبالجهد والإرادة والتصميم والسعي الدؤوب مع كل الأطراف الآنفين الذكر، بإذن الله تعالى نحقق ما نطمح إليه وما نرجو إليه على أرض الواقع، لما لهذا المشروع من أهمية وفيه الخير والمصلحة العامة لأبناء البلدة والجوار، وليكون في خدمة جميع أبناء البلدة والوطن. لبنان باقي، كيفون رح تأدي هذا الدور بكل ما له الكلمة من معنى. حامية حما، وهذا الجبل كنا قبل شوي بعبي كنا عم نحكي، هذا الجبل هو المنطلق لتأسيس لبنان الكبير، وكل شيء ببثه هذا الجبل، هذه البقعة من الأرض اللبنانية، إلى انعكاس على مستوى كل الجمهورية.
إذا كان هذا الذي يجري بثه إيجابي، نفسه منيح، نفسه صالح، في تحابب، في تعاضد، في تمسك بالآخر، هذا بينعكس على كل الجهة. وإذا كان غير هيك كمان الانعكاس بيكون سلبي. أنتم أيها الأحبة في غراسكم، عم بحكي عن الحديقة، وحديقتكم تقدمون صورة نريدها أن تكون النموذج في كيف نصنع إنساننا على شاكلة هذا التنوع الذي يضج بالحياة ويسمو بها، وفي كيف نصوغ تنوعنا لتختني وطنيتنا فيه، لأن الوطنية هي أن تعيش في قلب أخيك المواطن عطاء ومعاناة وحبا، كما أن الإنسانية أن تعيش إنسانيتك في إنسانية الإنسان الآخر. الصعب جدا الكلام بعد الكلام اللي سمعناه من القلب، وأشهر من أن يعرف عنه عن بلاغته، وبعتقد وصلت الرسالة واضحة جدا للجميع، مش بس خريجنا وقاضي معترف فيه بلبنان وبالخارج، هو خريج كامبريدج كمان، فجامع بين الحضارات، وهيدا بترجم الكلام اللي تفضل فيه. شانسنا طيب انه يكون بكيفون عم ينعمل الوصل بين قلعة الحصن وبين الحمى والحديقة القرآنية اللي لأول مرة بتنعمل بلبنان، بوجود كن كلكم اللي جايين يا معاليك من الدائر الأحمر اليوم، اللي جايين من البقاع الغربي، اللي جايين من عدة دوب، أهلا كلكم من كل لبنان، أهلا وسهلا فيكم. بما بمثلوا 26 حمى، 6% من مساحة لبنان، فهيدي ترجمة على الأرض مش بالحكي، إنه في مناطق بلبنان 26 انحمت اللي هني تاج ودرة لبنان، لأنه هي أهم مناطق، عم نحكي من الناحية البيئية الطبيعية، لأنه اختيروا على قاعدة علمية اللي هي معترف فيها عالميا، ومنهم بلدة كيفون وشملان. رحب فيك رئيس شملان. الله يخليك. هلا رئيس كيفون رحب فينا كلنا، والمختار أكيد والأحبة. الله يطول عمرك. فأنت ببلدك مشرفنا رئيس عين جديدة، وعين جديدة إلى فضل علينا وعلى بيت المرتضى وعلى الكل، لأنه نحن قلنا تاريخ نحن وياهم، فأهلا وسهلا فيك ببيتك. رمزية المكان والتاريخ حلو كتير معاليك، وتفضلت وحكيت، وأنا ما بقدر زيد على اللي حكيته إلا أكتر أنه فعلا فرصة للسلام. نحن جيلنا معاليك هون، فرضت علينا الحرب بال73، وتهجرنا كلنا بأصقاع الأرض، ويمكن من نصيبي أنا أصبحت بأمريكا، قبلها بلندن وتخرجت، وكنت صياد فليت من هالدار، هلأ محل ما كلاب الصيد كانوا برا صاروا مركز لدكتور للنسر المصري، بعد في 70 منه بالعالم، في هلأ 3 برا، إن شاء الله هلأ بيزوروا معاليه وبيبارك لنا فيه قبل ما نرجعوا على أوروبا، لحتى نبعث رسالة سلام للعالم، لأنه وقت بيكون في سلام بيننا وبين الطيور وبين الطبيعة نحن ما يمكن نأذي بعض، لكن نحن صريحين بموقفنا على كل منابر العالم. نحن ما اعتدينا على حدا، نحن اعتدي علينا ببلدنا، ونحن القلعة بنحميها بدمنا وبأخلاقنا وبرسالة السلام اللي عم تجسدها بلدة شملان، اللي جمعة الماضي نهار الأحد أعلنوا بيبليكال جاردن، حديقة إنجيلية مثل ما قال معالي، نحن أصحاب رسالة، وهلأ بكيفون وإن شاء الله بالحمى، الحمى للسلام بوجود الـIUCN اللي هي منظمة لا تتعاطى السياسي، نحن جماعة بيئة وتراث إن شاء الله، وممثلين فيها 110 دول بالعالم، والله يزيدهم ليكون كل سكان الأرض. ورسالة البابا بتتجسد اليوم وقت بيقول لبنان رسالة، نعم بوجود معالي وزير الثقافة اللي عم يجي يجمع الحضارات كلها، مثل ما مجتمعين أنتم من كل لبنان على مصغر، فبرحب فيك بدارك، وإن شاء الله بيكون دار سلام ودار حمى، وحماية الحمى موجودين بكل لبنان ومن كل الطوائف، والله يزيدكم، وحضرتك أصبحت منا وفينا حامل حمى إن شاء الله بوجودك وبموقعك معنا. الله يسلمك. كلمة أسعد إن شاء الله دكتور أسعد، الله بيسعدك وبيسعد الجميع الحضور بالدنيا وبالآخرة، وما رح فوت هالفرصة علي، الله يرحم بيك. عيش خليك. قدم له البلد وأنت عم تقدم له، بس بدي طول بإطلال اسمح لي. تفضل. ليس على سبيل إنه المدح، ولكن على سبيل التذكير بعمل الخير والصدقة الجارية. الله يرحمه أبو أسعد عادل أسعد سرحان، كان على صداقة مع الوزير محمد صبرة وقت اللي كان
صبري حمادي الله يرحمه صاروا كلهم بدلة الحق كان رئيس المجلس كان على صداقة ورفقة وحتى بمجلات الصيد كمان لأنه هالرواية هذه اللي كانت عنده يمكن نبت الفكرة عنده فبأواخر الأربعينيات جرى مد مياه من الباروق لعلى دور على وزير الأشغال محمد صبرا بيقول لهم بدي أعطي خط خصوصي لكيفون المنطقة إلى خط ككل وكيفون تسمحوا لنا نعمل له خط لإلها الخط هذا اجي على كيفون لسنة 58 حصلت أحداث ومشاكل بتخرب رجعوا جددوا رجعوا بعدين هلا الحمد لله ماشي الحال فالإنسان اللي بيفعل خير حتى لازم بعد مدي فترة طويلة ينذكر ليشجع الغير يقوم بهالعمل الخير اللي احنا موجودين فيه اليوم هو مثال مش بس للبنان مثال للإقليم بنتكلم على حماية الطبيعة بنتكلم على تنمية مجتمع محلي بربطه باتفاقيات دولية وده خلاصة العمل اللي تم تكريم فيه جمعية SPNL على مستوى العالم في آخر كونجرس حصل في وجود 110 دولة على مستوى العالم لأنه احنا هنا مش بس بنحافظ على الأنواع ولا بننمي مجتمع محلي لا كمان عندنا رؤية مستقبلية في لبنان كل الوقت كنت بكون سعيد ووضع رؤى مستقبلية كمان أنا بشكر الأستاذ أسعد على الرؤية المستقبلية اللي ربطها بالتغيرات المناخية وحتشهد لبنان كمان عدة مشاريع إن شاء الله في الفترة القادمة لمجابهة التغيرات المناخية وفقد الأنواع والبيئات وتنمية المجتمع المحلي مش عارف أطول عليكم أنتوا وقتوا كتير شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى كرم الضيافة وشكرا مرة أخرى أستاذ أسعد على هذه الدعوة افتتاح مركز حما جبل لبنان برعاية كريمة من معالي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى حقيقة تكريم مش بس للكيفون وتكريم لعملنا بالبيئة بجمعية حماية الطبيعة افتتاح المركز هو مركز لربط الإرث الثقافي مع الإرث الطبيعي لكل لبنان وإن شاء الله للمنطقة كلها اللي هي المستقبل لأنه الثقافة طبيعة هني وجهين لعملة واحدة فإن شاء الله اليوم بتكون الكورانيك جاردن المباركة بوجود شيخ الضيعة بوجود رئيس البلدية بوجود الفعاليات البيئية كبارنا بالضيعة والجوار تكملة للبيبليكال جاردن اللي صارت النهار الأحد ببلدة شملين والحما للسلام هي الطريق اللي بدها تربط الضيعتين للأجيال القادمة اللي هن حماة الحما يكونوا حماة السلام حماة المحبة وإن شاء الله الازدهار للبنان